عشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. الصالون الدولي للفلاحة يستقطب 200,000 زائر ويفتح أبوابا تسويقية واستثمارية جديدة. الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية تنفتح على تجارب سينمائية مختلفة وحركية لافتة في شارع لحبيب بورقيبة. السلطات السعودية تؤكد مضيها في حملة الإيقافات على خلفية قضايا فساد وتؤكد أن لا معاملة خاصة للموقوفين. اختتمت فعاليات النسخة 13 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري. الصالون وفق منظميه حقق جميع أهدافه، خاصة من حيث عدد الزوار والمشاركة الأجنبية وربط الشراكات. أسدل الستار اليوم على فعاليات الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية في نسخته 13 بعدما حقق وفق منظميه جميع الأهداف التي رسمت له منذ البداية. الصالون الذي استقطب أكثر من 200,000 زائر وأصبح حدثا هاما في اليوميات السياسية، إذ حضر فعالياته وزراء الزراعة لدول قطر والكوت ديفوار وموريتانيا الذين تيقنوا بأن تونس لها الكثير من الإمكانيات في القطاع الفلاحي. حبينا نبينوا بأنه راهي تونس عندها إمكانيات كبيرة في أنها تطور فلاحتها، وفعلا أنه فلاحتها هي اللي قادرة، وانا نتصور الان في الوضع الراهن هي الوحيده معناها اللي قادره انها تنقذ البلاد في الوضع الاقتصادي رغم الصعوبات رغم الظروف. بالنسبه للبعض من المشاركين، الصالون ناجح اذ مكنهم من تسويق منتوجاتهم وربط شراكات واتفاقيات مع العديد من المستثمرين الاجانب، كما ان اكثر من 30 دوله تشارك في الحدث، وهو الامر الذي يمنحه جانبا تجاريا هاما، والعديد من المشاركين ياملون في ان تقام فعاليات الصالون كل عام. مشي بالكدا اون اسبير ان شاء الله يتعاود كل عام. الحمد لله، معناتها نشوفوا في قابليه كبيره من طرف الناس الكل، والناس الكل عجبتهم الفكره وهذه مبادره، وان شاء الله ديما ان شاء الله نحقوا اكثر لقدام. الصالون نجح وفيه برشا اتصالات سواء بالفلاح ولا بالحريف وسواء بالمستثمرين الكل اللي جاوا من برا. يقول المنظمون ان الاهداف التي رسمت للصالون فاقت كل توقعات، لا سيما عدد الزوار واستقطاب المستثمرين الأجانب ومساحة فضاءات العرض وإعادة تونس إلى واجهة الاستثمار الدولي في القطاع الفلاحي. من هنا تنبع أهمية الصالون الذي يختتم دورته 13 اليوم. وسط مؤشرات هامة على صابة قياسية في ضيعة الزيتون بصفاقس والمناطق المجاورة، يتواصل موسم الجني والتحويل المعاصر في الجهة. في المقابل عديد الفلاحين عبروا عن مخاوفهم من عدة مشاكل أهمها استفحال ظاهرة سرقة الزيتون. منذ ساعات الفجر الأولى تنشط الحركة في سوق الزيتون بجرمدة في أول أيام موسم جني الزيتون. هنا عرض للمنتوج وبيع وشراء وإن كان الإقبال محتشما. والله الموسم إن شاء الله يبشر بالخير، ما عدا دخلت فيها الخضار بون يتشكاو اليوم من الاسواق، خاطر خضروا بالغالي ويتزادوا على الرقم في السوام، هكايا عرض وطلب وزادوا برشا الاسواق. بالنسبه للفلاح نقول الحمد لله يا ربي. ربي يوصل بالسالم. بعت ولا؟ لا مازلنا. عطاو 12% تو. مازلنا كي حطينا الارض. الزيتون يجي شوي. انا اول مره ما يبينش السوق. فهمتش كيفاش؟ واليد العاملة شنو؟ والله اليد العاملة مازالت معناها ما تظهرش تو، خاطر على جلاش، إلا ما تبدا الناس باش تشوف اليد العاملة بقداش تبدا. موسم جني الزيتون في صفاقس يمثل فترة نشاط الفلاح والوسيط والعامل وأيضا أصحاب المعاصر، ما يستدعي استعدادات خاصة لإنجاح هذا الموسم الذي يعد بالكثير. كل الأربعة متاع الصباح والخمسة متاع والثلاثة متاع الصباح والساعتين متاع الليل، تجي من بوزيد وتجي من سبيبة وتجي من كل هذوما، نحن طالبين من الدولة توفر لنا حماية في الطريق. فهمتني؟ كي يجي ساعة فلاحك ما يجيش تستبت تقول لك أخويا نحولي عملوا لي براكاج، نحولي ثلاثة شكاير أربعة شكاير. هذا موضوع معناها يلزمنا نأمنوا بالحق، معناها الصابة هذه معناها من السرقات. الثانية احنا كيف معناها المؤشر معناها النجاح الثاني هو ديوان الزيت، يلزم يكون حاضر معناها في الموسم هذايا باش يقوم بالدور التعديلي نتاعو.
في ضيعات الزيتون هنا وهناك يتغير المشهد، يتجند العاملون لجمع الصابة وبيعها وتحويلها إلى زيت، وتظهر مهن أخرى تتقاطع مع قيمة شجرة الزيتون اقتصاديا واجتماعيا، ليطرح من جديد إمكانية الاستثمار في هذا القطاع ودفع الشباب للانخراط فيه. وخلال نشرة الثامنة أكد وزير الفلاحة سمير الطيب أن أسعار زيت الزيتون التي تم تداولها في الأونة الأخيرة ليست معيارا لبورصة الزيت هذا الموسم، باعتبارها تخص بقايا مخزونات إصابة العام الماضي التي كانت محدودة. ورجح وزير الفلاحة أن تنخفض الأسعار مع تقدم الموسم الجديد، مشيرا إلى أن ما بين 40 و 60 ألف طن من زيت الزيتون ستوجه للسوق الداخلية، كما أكد أن الدولة ستتدخل إذا دعت الحاجة لتعديل العرض بتوفير كميات بأسعار معقولة للمستهلك على غرار رمضان الفرط. وهذه الأرقام الحقيقية باش تتراوح بين إن شاء الله 260 و 280 ألف طن سنة، بطبيعة الحال هذه زيادة تقريبا ثلاثة مرات قد صابت السنة الفارطة اللي كانت ما تجاوزتش حدود 100 ألف طن، وبالتالي كل المعطيات وكل المؤشرات كمية ونوعية كلها تحيل بأن الموسم باش يكون باهي أولا، واثنين أنه الأسعار باش تنخفض عليه إن شاء الله. الأسعار باش تكون في الفرشات نتاع 9 و11، ما نجمش نعطي رقم، ولكن الآن راه مش واضح، وحتى اللي نقولوا توا ماهوش ما عنده حتى جانب علمي. مع انطلاق فعاليات أيام قرطاج السينمائية شهد شارع الحبيب بورقيبة حركية كبرى، فقد ازداد الإقبال على قاعات السينما وتنوعت العروض التنشيطية المفتوحة. أنغام موسيقية تصدح من هناك، وازدحام أمام إحدى قاعات السينما، وشبان يلتقطون صورا ويتصفحون كتيب برمجة الأفلام. هي أجواء شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة منذ الإعلان عن افتتاح الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية. السي ولا جي تي سي ديما شارع الحبيب بورقيبة يكون عنده طابع خاص معها، من المات الكل، من الكبار للصغار، حتى ما يدخلش واحد الافلام تحس فما حركيه كبيره، فما تحس فما روح اخرى. بدوالي في حياه الشارع هذا كان في جي سي سي، سبحان الله كان في جي سي سي معناتها يحفل. قبال كبير من كل الفئات على قاعات السينما في اولى ايام قرطاج السينمائيه، تظاهره يراها عشاق السينما فرصه لمواكبه اخر الانتاجات السينمائيه. مغرومه برشا بالسينما، نحضر كل عام، نبدا نستنى وقتاش يجي الجي سي سي باش نحضر فيه. ما اقبال من الفئات الكل، ديجا معنا ما 3.5 و6 كومبلي، 6 فيلم تونسي حب الرجال، وفيلم ماضي 3 من تركيا كيف كيف. جمهور التونسي جمهور محب للثقافة بشكل عام والسينما بشكل خاص، يتفرجوا على أفلام تونسية طبعا لأنها تمثلهم، هنتفرجوا على أفلام عربية، فإيه المانع أنه صلاة العرض السينمائي المسكرة تتحل. المالوف بقسنطينة بالجزائر، عرض موسيقي قدم بشارع الحبيب بورقيبة على هامش فعاليات أيام قرطاج السينمائية، وأضفى أجواء فنية رائقة. شايف فيه محليه، عجبني الجو، العبيد عاملين جو، فرحانين، بدلنا شوية الجو. سهرية تفطر باهية، سهرية باهية. حركية وحياة هو ما يميز شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة منذ انطلاق أيام قرطاج السينمائية، هذا العرس الثقافي الذي يجمع مباشرة أهل السينما مع الجمهور. في الأخبار الدولية، أعلنت وسائل أعلام سعودية رسمية مقتل الأمير السعودي منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير جنوب السعودية وعدة مسؤولين آخرين في حادث تحطم طائرة مروحية قرب منطقة عسير المجاورة لليمن. وكانت السلطات السعودية قد أمرت بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرت بإيقاف 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين ورجال أعمال لتهم متعلقة بالفساد. أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. في الوقت الذي شغلت فيه الأوساط السياسية وما تزال باستقالة مفاجئة، أعلنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من العاصمة السعودية الرياض. شهدت المملكة حملة إيقافات غير مسبوقة طالت حتى الآن 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين ورجال الأعمال. وقال مصدر في هيئة الطيران المدني في السعودية إن قوات الأمن أوقفت طائرات خاصة في جدة لمنع أي شخصية رفيعة المستوى من مغادرة المملكة.
ووردت أنباء الاحتجاز بعد ساعات قليلة من إصدار العاهل السعودي أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما. ومنحت اللجنة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر الاعتقال وفرض قيود على سفر وكشف الحسابات وتجميدها، فضلا عن تتبع الأموال والأصول. ولا يوجد بين أسماء المحتجزين اسم أكثر قوة في الأسواق المالية العالمية من الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار. ويملك الوليد حصصا كبيرة في شركات مثل أبل وسيتي بانك، وصنفته مجلة فوربس كأغنى عربي بثروة بلغت قيمتها 18.7 مليار دولار أمريكي. وأمام لائحة أسماء الموقوفين التي مثلت صدمة للكثيرين، يقف عالم المال والأعمال عند اسم الأمير وليد بن طلال، فيما يتوقف المراقبون السياسيون طويلا عند اسم الأمير متعب بن عبد الله الذي كان حتى فترة قريبة مرشحا لاعتلاء العرش قبل صعود غير المتوقع للأمير محمد قبل عامين. ويقول المراقبون إن زلزال الأمراء السعودي من شأنه تعزيز سيطرة ولي العهد السعودي على المؤسسات الأمنية الثلاثة التي ترأستها لفترة طويلة فروع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة. وبعد اعتقال الأمير متعب سيتمكن ولي العهد من ضم وزارة الحرس الوطني إلى سيطرته، وهي قوة أمنية تضم وحدات قبلية تقليدية كان الأمير متعب قد ورث السيطرة عليها من والده الذي أدارها لخمسة عقود. في العراق أعلنت الشرطة ومصادر طبية أن انتحاريين شنا هجومين على مسجد للشيعة في كركوك، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ أن بسطت الحكومة المركزية في بغداد سيطرتها على كركوك الغنية بالنفط الشهر الماضي، وأخرجت منها القوات الكردية التي كانت تسيطر عليها منذ ثلاث سنوات. في الأثناء ناشد القائم بأعمال محافظ كركوك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإرسال مزيد من القوات لتأمين المدينة بعد اجتماع لجنة أمن محلية. أعلنت وسائل إعلام محلية أمريكية أن 27 شخصا على الأقل قتلوا عندما فتح مسلح النار عليهم أثناء قداس في كنيسة ببلدة صغيرة جنوب شرق ولاية تكساس. وفيما انتشرت الشرطة في مكان إطلاق النار الذي يقع شرقي مدينة سان أنطونيو، أكد مسؤول في المقاطعة أن المسلح لقي حتفه. في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين. الصالون الدولي للفلاحة يستقطب 200,000 زائر ويفتح أبوابا تسويقية واستثمارية جديدة. الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية تنفتح على تجارب سينمائية مختلفة وحركية لافتة في شارع لحم بورقيبة. السلطات السعودية تؤكد مضيها في حملة الإيقافات على خلفية قضايا فساد وتؤكد أن لا معاملة خاصة للموقوفين. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.